أرجو توضيح الطلاق عند الزعل طلقة واحدة مع إعطاء عقد الملاك، وقد استفرت من المشايخ ويقولون إنها الطلقة الواحدة لم إن الطلقة الواحدة لم تطلق عند الزعل. إذا وقعت الطلاق تستفتي إن شاء الله وتتعلم مع المرأة في هذا القاضي وعند الحاكم عند مفتي تستفسر منه ويعرف الحقيقة وبعد هذا تكون فتوى.